إذاعة إم راديو تقدم فقرة من الأبراج، إعداد وتقديم باتريسيا مفوض. مرحبا، نهار جديد ومعلومات جديدة ناطرنا مع عالم الفلك من تبع عبر إذاعة أم راديو على 105.5 FM. برج الحمل، الفلك يقف إلى جانبك ويعاكسك في الوقت نفسه، فهو ينصحك بالاعتماد على الإبداع والابتكار، فكلما نظرت إلى الأمام تقدمت بخطوات كبيرة والعكس صحيح. مهنياً، اتجه نحو النجاح مهما كانت، هناك أمور تعرقل طريقك وخطواتك. عاطفياً، حان الوقت للبحث عن علاقة جدية مع شخص تشعر تجاهه بمشاعر حقيقية. صحياً برج الحمل، الاضطرابات المعوية سببها عدم التأني في اختيار رائحة طعام مفيدة، انتبه لهذا الأمر جيداً. برج الثور، توقعاتك غير الواقعية قد تصيبك بخيبة الأمل، على أي حال لا تيأس، ولكن استغل الفرص التي لا تزال معروضة بدلاً من تنفيذ كل شيء بالقوة، واجه الأشياء بشيء من التواضع. مهنياً، من المرجح أن يشهد العمل بعض الاضطرابات، عليك بالصبر والتريث. عاطفياً، ركود في العلاقة مع الشريك الجديد والاستقرار النهائي يحتاج إلى المزيد من الوقت لتختمر الأمور جيداً. صحياً برج الثور، مهما تراكمت الأعمال عليك إيجاد بعض الوقت للاهتمام بصحتك. برج الجوزاء، إذا أردت استغلال موجات الحظ، استغل فترات دعم الكواكب لك بكل المجالات، ولا تضيع الفرص عليك، واعلم أن عدوك الوحيد هو الاستسلام. مهنياً، مشاريع جديدة بالجملة، لكن المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة تعيدك إلى دائرة الضوء مجدداً. عاطفياً، تعيش حالياً فترة من الاستقرار العاطفي، وهذا الأمر يؤثر على حياتك وعلاقتك بالشريك بشكل جيد. صحياً برج الجوزاء، عينك ساهرة دائماً على العمل، لكنها غافلة عن المحافظة على سلامة الصحة لكي تستمر في ممارسة العمل. منكمل مع برج السرطان، تبدأ مرحلة من التحليل والتدقيق في مجمل الأمور الحياتية، وقد تنتابك الهواجس والوسواس نتيجة زيادة التفكير في كل شاردة وواردة. مهنياً، هنالك الكثير من الفرص المثمرة والمربحة في العمل، والفلك يتنبأ لك بموعد مهم عما قريب. عاطفياً، محطات من السعادة مع الشريك، وهذا من شأنه تعزيز الثقة بينكما إلى حد كبير. صحياً برج السرطان، اختبر قدرتك على تحمل السير لمسافات طويلة نوعاً ما لتكتشف مدى سلامة صحتك. منكمل مع برج الأسد، هناك انفراجات كبيرة على مختلف الأصعدة، لذلك سوف تفرح لانسجام الأجواء ولتناغمها مع تطلعاتك، وتتمتع بحيوية وتفاؤل كبيرين. مهنياً، تجهد نفسك كثيراً اليوم على مستوى تبادل الخبرات والمعلومات، وتقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء. عاطفياً، تسود علاقتك بالحبيب بعض المناوشات، لا تيأس، فهي أمور طبيعية. صحياً برج الأسد، الجسم يحتاج إلى الراحة والتمدد والنوم بعض الشيء بعد ساعات العمل المرهقة. برج العذراء، استمتع بحياتك قدر المستطاع ولا تحاول إيجاد حلول لمشكلات من الماضي قد مر عليها الكثير من الوقت، تناسى الأمور التي مرت واهتم بالحاضر. مهنياً، عليك أن تكون هادئاً لتتمكن من معالجة ضغط العمل بروية، وهذا يبعدك إلى حد كبير عن الوقوع في الخطأ. عاطفياً، عليك معاملة الشريك بالطريقة التي يستحقها، وخصوصاً إذا كنت مقتنعاً بخطواتك المستقبلية تجاهه. صحياً برج العذراء، مارس أي نوع من الرياضة أنت قادر عليه، فهو مفيد لك على الدوام.
منكمل مع برج الميزان. حسن من طريقة تحدثك مع الآخرين واختر ألفاظك بعناية شديدة حتى لا يغضب أحد منك، وابتعد عن المشاكل والخلافات دائماً. مهنياً ركز على عملك وحدد مهامك للاستفادة من تأثيرات الفلك الإيجابية في هذا المجال. عاطفياً الاحترام واجب بينك وبين الشريك، وهو يحدد مسار الأمور بينكما. صحياً برج الميزان، احترم مواعيد تناول الأدوية ولا تتناولها ساعة تشاء، لأن ذلك يسبب لك مشاكل في المعدة. ننتقل لبرج العقرب. كن شجاعاً واقتسم آمالك ورغباتك مع الآخرين، وسوف تتلقى الكثير من ردود الأفعال الإيجابية التي سوف تعطيك الحافز الإضافي لتحقيق أحلامك. مهنياً، تصرفات مستهجنة تسيء إلى صورتك الحقيقية وتحاول تشويشها، لكنك قادر على توضيح الأمور بسرعة. عاطفياً، تعيش يوماً قلقاً لأنك لا تعلم حقيقة شعور الطرف الآخر، ولابد من الانتظار لجلاء الأمور. صحياً برج العقرب، التوتر الدائم الذي ينتابك أمام أبسط الأمور يسبب لك مشاكل أنت في غنى عنها. عزيزي برج القوس، لقد اتخذت مساراً جديداً وتتقدم بخطوات نوعاً ما متثاقلة في تحقيق طموحاتك، ولذلك ودع ماضيك واحتفظ فقط بالذكريات الجميلة دون التقيد بها، وسخر تركيزك وطاقتك لما هو في انتظارك. مهنياً، فارق كبير بين القديم والمستقبل، إلا أن المهم هو الاستفادة من العبر والدروس. عاطفياً، الانطباع السائد مع الشريك يثبت أنك قادر على معالجة الإشكالات بهدوء. صحياً برج القوس، عليك أن توفر لنفسك بعض الراحة حتى تستعيد نشاطك تدريجياً وتواصل جهدك لتحسين وضعك. منكمل مع برج الجدي. يوم كاستراحة المحارب، هادئ وروتيني على مستوى الأعمال، وهذا ما يسمح لك بتركيز تفكيرك على الأوضاع العائلية. مهنياً، يكون النجاح حليفك اليوم، فتتغير بوصلة العمل نحو الأفضل بعد تعثرات غير متوقعة. عاطفياً، تتحكم المزاجية في علاقتك بالشريك، فتبادر فوراً إلى اتخاذ قرارات حاسمة. صحياً برج الجدي، لا تكثر من شرب المنبهات مساءً، واستعض عنها بنوع من العصير المفيد للصحة. برج الدلو، لا تتدخل فيما لا يفيدك حتى لا تفقد من يحبونك. كن واقعي في قراراتك خصوصاً مع المحيطين بك، لا تخلط الأمور فيما بينها حتى تسهل عليك رؤية الطريق بوضوح. مهنياً، تفهم المواقف التي قد تعرضك لبعض الضغوط. عاطفياً، استمتع بحياتك جيداً مع من تحب ولا تبحث عن المتاعب معه. صحياً برج الدلو، ميز بين الصحي وغير الصحي واختر ما تشعر بأنه مناسب لك ومفيد. وصلنا لبرج الأخير، برج الحوت. عليك أن تستخدم قوتك بحكمة، لا تسمح لنفسك بأن تتعطل أو تتحول بسبب موضوعات صغيرة. لا تسيء استخدام طاقتك وقدرتك على الاحتمال بحيث لا يكون لها تأثير. مهنياً، تؤدي مهمة أو رسالة وتقوم بعمل يتطلب جرأة وشجاعة وتتمتع بكل مقومات النجاح. عاطفياً، خبرتك في الحياة تساعدك على تكوين فكرة واضحة عن الشريك، وهذا كافٍ لتحديد طبيعة العلاقة بينكما. صحياً برج الحوت، تخلص من عادة مشاهدة التلفزيون ساعات طويلة، واستغل ساعة يومياً للقيام ببعض التمارين الرياضية. مستمعينا، هذه كانت كل معلوماتنا لليوم من عالم الفلك. دايماً تابعوني عبر إذاعة أم راديو على 105.5 FM.